جاي بتكلمني في ايه؟ اللي فات ده مش انت اللي مريت بيه، مش انت اللي انجرحت ولا قسيت ولا بكيت. وهتفكر اللي فات ده ايام عدت وخلاص، اللي فات ده عمري ضاع. كنت فين وانا طفل 5 سنين وابويا بيتقتل قدامي ومش عارف اعمل اي حاجه؟ 20 سنة ودموع امي نازله قدامي مش عارف اعمل حاجه. 20 سنة ومشهد موت ابويا بيتعرض قدامي زي ما انا شايفك دلوقتي، مش عارف اعمل حاجه. 20 سنة وانا مستني فرصه واحده عشان اخد حق ابويا وحق امي اللي ماتت عشان معرفتش اجيب لها الدواء. 20 سنة وانا متمرمط والنوم على التراب وما شفتش الراحه ابدا. يا بتنقل من شغل لشغل ومن محل لمحل. صاحب المحل ده كويس بس ده ابن كلب، مغربتش تمسح سلالم وهدومك مبلوله كلها وعندك برد على طول. مغربتش تشتغل مع ميكانيكي يشتمك ويهينك كل يوم. طبعا مغربتش ده، مغربتش تبيع مناديل. مناديل يا بيه، نص جنيه يا بيه، مغربتش. ولما الدنيا اديتني وشها وجاه اليوم اللي مستنيه بقالي 20 سنة، جاي تقول لي السماح. السماح كلمة ما اتعلمتهاش في الشارع، كلمة ما درستهاش في 20 سنة اللي فاتوا. اللي اتعلمته في الشارع بس هو ازاي ننتقم من اللي عمل كده في ابويا، واحفظته كويس وهنفذه. فاهم؟ هنفذه.